إن شاء الله ألف نعيمة. شكراً، الله ينعم عليك. صرتي أحسن؟ إيه أحسن، بس لسه تعبانة شوي. الطقس بارد كتير، رح نشف لك شعرك فورا. هاتي لشوف. بتعرفي مو جاي على بالي احكي مع حدا، انا رح نشف شعري لحالي. شكرا لك. ماشي. ليك ما بدي غير كم لون من هدول، وبدي تحط فوقهم تطريز الفراشه يلي رسمتها. طيب. الو نعم بولانت. يلا جاي فورا. سهان، سهان يا روحي شبك، وقفي لا تعكري مرأي عند المساء، مو ناقصك كمان. شو ما عم تسمعي؟ انا هلكت من الدفاع عنك قدام الكل بابا. ما عرفتي شو عملت؟ انت عملت مع الأسوأ. ليش ما عم تترك المرأة بحالة بابا؟ وليش دائما عم تلعب بالناس على كيفك؟ وليش كل الناس بيكرهوك؟ لك ليش بابا ليش؟ سهان خلاص بقى. ليه بقى؟ في عنا ضيف بالبيت. أنا بعتذر بابا. أنا شكلي فقدت قوتي. من يومين ساويتوني شخص بلا قيمة كمان. بس بيقولوا لما بيكبر الذئب بيكون الموت أحسن له. أنت وين كنت؟ كنت باسطنبول. صحيح، قالتي سوهان انكم تعشيتوا سوا. صحيح. هلا اجى لهون مشان يودعنا ويمشي. لوين؟ انا رح ابقى بالاوتيل اللي بمركز المدينه وتابع شغلي من هنيك. عن جد؟ ايه. ولهيك أنا أجيت بدي أشكركن على حسن ضيافتكن إلي. طيب خليك على العشاء. اليوم صعب إلا ما أجي مرة تانية. ريحان خانم، عن جد أنا بتشكرك كتير على أكلك الطيب وعلى اهتمامك فيه. خاطرك يا عروس. رح نادي سوهان واجي. انا برايي لا تزعجيها. يلا تصبحوا على خير. يلا كمان. مع السلامه. جهز البيت على السريع، بدي انتقل قبل نهايه الشهر. ايه طيب ماشي. يلا بخاطرك يا صالح. كمال شو في اخبار؟ وأنا بدي روح من هون بسرعة كمان، لما قلت لي آخر الشهر ريحتني. خلص لكن معناتها أنتوا بلشوا بالتجهيزات كلها. من لحق؟ رح أسكن آخر الشهر كمال. شو بدك ضل بالفندق؟ إيش بقى الفندق؟ هيك؟ لا تصدق عم بمزح معك. أهلين، قلت لحالي بهوي الغرفة بس كأنه الطقس بارد مو هيك؟ ما أجا لعندك؟ مين؟ قصدك جسور؟ ليش ما راح؟ يا حرام لك، حتى ما بتعرف تكذب أبداً. استني شوي، طالما عم تدللوا فصاير شي بينكن وما رح أتركك لأعرف. احكي لشوف. مو صاير شي، اطلعي عليه، طبعه كتير غريب وكل شوي شكل دخيلك ماني ناقصة.
انت مزعوجه لانه ما صار شي بيناتكم، فهمت عليكي. طلعي لبرا. ليكي سوهان، شو ما كان صاير لازم تستفيدي منه، لانه مو معقول كل هالمكابره، كل شي واضح بعيونك. طلعي. كل شمس سوهان. قالوا نعم. والله أنت فاجأتيني كتير اليوم، يعني طلعتي بتقدري تاخدي موقف من أبوكي. ما كان لازم خجل بابا قدامك. انسي، هو ما تضايق منك. حبيت أني وديك على التليفون. الله معك جسور، ولا تهمل جرحك كمان. إذا ما قدرت لحالي فيني نادي لك؟ في مشفى قريب من الأوتيل. أنا فهمت عليكي، شكرا إليك، تصبحي على خير. وأنت بخير. Thank you.